السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. سؤال جاني عن الورم الحليمي اللي هو التقاليل الجنسية أو الهيومن بابلوما فيروس، جاني على الشات وحوله لي المساعد. والتشات زي ما انتم عارفين كده في أيقونة هنا على الموقع، اللي يحب يبعت على الشات يبعت بالضغط على هذه الأيقونة، بيظهر له ديالوج بوكس بهذا الشكل، يكتب سؤاله وبإذن الله بيترد عليه. هو صحيح بيطلب من حضرتك انك تعمل تقييم. التقييم يعني ايه؟ يعني تقول رأيك، طالما انت راجل متابع تقول رأيك وتأكد سيان قلت رأيك مع او ضد الدكتور هلال، تأكد انه يترد عليك زيك زي اللي بيمدح في الدكتور هلال. بغض النظر قلت رأيك حلو كتر خيرك، قلت رأيك وحش فينا برضو كتر خيرك، لان هنتعلم منك انت ليه مرتحتش، وبالعكس اللي بينتقد بيفيدنا اكتر من اللي بيمدح. فالتشات ده عايز تضغط على التشات وتبعت رسالة على التشات خير وبرك. عايز تخش تنقي اي موضوع من المواضيع اللي انتوا شايفينها على الموقع برضو اهلا بيك وسهلا، وبيتجاوب عليك. دلوقتي اخونا اللي سؤال او اختنا تقريبا بعت على التشات اهو، زي ما قلت لكم التشات اول رسالة بتجيلكم بتقول لكم لو سمحتوا اعملوا تقييم. التقييم مش معناه انك تقول الدكتور هلال وعيادة هلال دي جيدة جدا، لا، التقييم تقول رأيك بأمانة لان ربنا هيحاسبك على هذا الرأي. المهم بعد كده الاخت الفاضلة بتسأل بتقول انا اصبت بفيروس الورم الحليمي البشري من سنة. هي طبعا معرفش تقصد اتعرضت للعدوى واصيبت من سنة ولا ظهر عليها من سنة، لان انت الورم الحليمي ما تقدرش تحدد قوي امتى اصبت، لانه بيجي بالتلامس، يا ترى ممارسة جنسية، يا ترى يعني ما فيش، ما تقدرش تحدد قوي، وملوش تحليل زي الايدز والحاجات دي كلها بحيث الواحد يقدر يعرف. ما بتقدرش تعرف الا لما بتظهر عليك الثقاليل، غير كده ما فيش طريقة عندك ان انت طريقة عملية، طبعا طريقة عملية وممكن تتبعها، لكن طبعا في طرق بس بحثية ومكلفة جدا ما بتتبعش عادة. الست بتسأل بتقول ان هي اصيبت من سنة وبتعالجه، بيروح ويرجع بيروح ويرجع، مشكلتها بقى حالتها النفسية سيئة يبدو، ايه، وعندي حكة في المهبل واحمرار وازعاج. وبتسأل هل يعني ان الفيروس موجود داخل المهبل، وعلما ان الدكتورة انه طلع لها من بره. هي بالنسبه لك يا ست الكل انت مش هتشوف غير اللي بره، لكن هو ممكن يطلع بره وجوه المهبل. وبتقول لما بروح للدكتوره بتقول لي ما فيش حاجه داخل المهبل، انما هو موجود فقط خارج المهبل. طيب سؤالها وبتقول اسفه على الاطاله، انت لا اطلتي ولا شيء بصراحه، يعني انت رسالتك مختصر، المفروض كمان كنت يعني تقولي سنك، تقولي متجوزه ولا لا، عندك اطفال ولا لا، وحاجات زي كده يعني عشان يبقى السؤال كامل والاجابة تبقى كاملة ومفيدة. لكن على كل حال ردنا على حضرتك ان التقاليل للأسف الشديد ملهاش علاج نهائي، وانما علاجها ان هي بتتشال لما بتطلع، ومشكلتها بالنسبة للراجل بتبقى تجميلية في 99% من الحالات، ومشكلتها في الستات انها ناحيتين، تجميلية ومرضية، من ناحية ان بعض هذه السقاليل كم نوع ممكن يتطوروا الى مرض السرطان. التقاليل العلاج بتاعها انها بتتشال، طبعا كونها بترجع، هي ممكن مش اللي بتشال هو اللي بيرجع، هو ممكن وقت ما الطبيبة دي اتشالت كان في سقاليل اخرى بس كانت مدفونة تحت الجلد وبتطلع، وبيتوقف برضو على الرجوع على مهارة الطبيب او الطبيبة في ازالة التقلول بالكامل. ما هو لو ما شالهوش كويس ما يبقى اذن الفيروس موجود وهيرجع تاني. فحضرتك تقدري، نصيحتي ليكي شوفي طبيب اكثر تخصصا او اعمق تخصصا وامكانياته اعلى شوية من ناحية الاجهزة اللي بيستخدمها في الازالة وطرق الإزالة، لأن في 4-5 طرق للإزالة. فأما تروح للطبيب متخصص درجته أعلى شوية وخبرته أعلى شوية هيختار الطريقة المثلى لإزالة جميع التقاليل اللي عندك. التقاليل بتروح بعد، يعني ممكن تقولي تختفي بعد حوالي 3-4 جلسات بالكتير. ليه؟ لأن أول جلسة هيشيل السقاليل اللي ظهرت
قدامه، بس هيشيلها كويس مش هترجع تاني. السقاليل اللي مدفونه اللي لسه ما ظهرتش وهتظهر بعد اسبوعين ثلاثه بيعمل لها جلسه ثانيه وبيشيلها. فلما يعيد الجلسات ثلاث اربع مرات يبقى اذا تاكدنا ان هو تاكد الطبيب انه شال جميع التقاليل وما بترجعش. التقاليل دي رجوعها بختك يا بخيت. في معظم الحالات في معظم الناس ما بترجعش تاني او ترجع بعد عده سنوات. وفي ناس يعني حظها بقى كده ممكن يرجع لها التقاليل دي بعد كذا مره، يرجع بعد سنتين ثلاثه ويتكرر الرجوع ثلاث اربع مرات اثناء الحياه. لكن في معظم الناس ما بيشوفش السقاليل مرة أخرى. فالنصيحة مرة تانية، روح لطبيب متخصص درجة أعلى عشان يبقى من ناحية يقدر يستخدم آلات وتقنية جيدة لإزالة السقاليل، ومن الناحية التانية يكون عنده خبرة كافية بحيث يقدر يشيل التقاليل بشكل جيد. وألف سلامة ليكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.